السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في الدرس الأول في الوحدة الثانية هندسة لطلاب الصف الأول الثانوي دفعة 2023 بأمر الله. بنفكر الناس طبعا بنعتذر عن الغيبة الطويلة، الناس عارفة الظروف، ولكن الحمد لله بفكركم باللي احنا خلصناه في المنهج. احنا خلصنا الجبر بالكامل، حساب المثلثات بالكامل، الوحدة الأولى هندسة بالكامل. فاضل لنا ايه يا باشمهندس؟ فاضل لنا الوحدة الثانية هندسة اللي هي عبارة عن 5 دروس بأمر الله. هناخد إن شاء الله الأسبوع ده، الحصة دي غالبا هتنزل لك يوم الأربعاء إن شاء الله، وحدلك تمارينها يوم الخميس، مش هحاول أتأخر عليك فيها إن شاء الله. يبقى هناخد أول درس اللي هو المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة. بعد كده هيفضل لنا 4 دروس بمعدل درسين كل أسبوع بأمر الله، يعني هنزل لك الأسبوع الجاي درسين تاليس وعكس النظرية، وعندنا المنصفات وتطبيقات تناسب. الوحدة الثانية بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن التناسب. طب الوحدة الأولى عن التشابه، ولكن في علاقة مهمة جدا جدا ما بين التشابه والتناسب، وده اللي احنا هنبدأ نوضحه في كل دروس الوحدة دي بأمر الله. أهم درس في الوحدة دي يعتبر درس منصفة الزاوية، سواء المنصف الداخلي أو المنصف الخارجي، من الدروس المهمة جدا جدا بأمر الله. لو أنت أول مرة شفت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك، شير الفيديو طبعا عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. تعالى نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. كالعادة لو محتاج ملازم الشرح الخاصة بيا تبعت رسالة واتس على الرقم اللي نازل قدامك دلوقتي على الشاشة أو الرقم اللي موجود في وصف الفيديو. ابعت لي رسالة يقول لك كل تفاصيل الملازم، هي مبلغ رمزي بسيط جدا بأمر الله. عندنا في الدرس الأول اسمه المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة. فده معناه إن في توازي يبقى فيه تناسب. طب ما احنا خدنا يا باشمهندس قبل كده لو في توازي يبقى فيه تشابه. أيوه، فالتشابه كنا بنقول ليه بعض النسب، وفي التناسب هنخترع نسب جديده. مش هنخترع، هي برضو مطلعه نتيجه من نواتج التشابه، ودي اصلا هو استخدمه خواص التناسب عشان يبدا يجيبه القوانين دي. عندنا اول نظريه في الدرس، وهما الدرس كله عباره عن نظريه ونتيجه وعكس النظريه، والدرس سهل وبسيط جدا ومش هياخد مننا وقت ولا في حل تمارين ولا في اي حاجه بامر الله. بيقول لي اذا رسم مستقيم بيوازي احد الاضلاع في مثلث، مش فاهم معايا مثلث اسمه ا ب ج اللي هو المثلث الكبير، اعتبر ان انا مش راسم ده، وقمت راسم الدال ه بيوازي الباء ج، وقام قطع الضلعين التانيين في دال وه. طب مين الضلعين؟ ما قطع ا ب وقطع ا ج في دال وه على الترتيب. فقال لك ان هو بيقسمهم الى قطع اطوالها متناسبه، مش فاهم. تعالى نرجع للتشابه، مش احنا قلنا لو ده بيوازي ده فده معناه حاجه مهمه جدا. هي الحاجه دي يا باشمهندس ان زاويه دال دي قد زاويه ب، وزاوية ه دي قد زاوية ج، وزاوية أ مشتركة. فكنا بنقول في التشابه إن المثلث الصغير أ د ه بيشابه المثلث الكبير اللي هو أ ب ج، صح كده؟ تمام يا باشمهندس. زاوية أ مشتركة، زاوية د قد زاوية ب، زاوية ه قد زاوية ج. فكنا بنقول في التشابه إن أول حرفين اللي هما الأ د على أول حرفين هنا اللي هما أ ب هيساوي د ه على ب ج، هيساوي الالف ه على الالف ج. يعني ايه؟ يعني كل ضلع على نظيره، فكنت باخد الالف د على الالف ب اللي هو الكبير، وباخد الدال ه على الب ج اللي هو الكبير، فاهم؟ الضلع من الصغير على الضلع من الكبير بيساوي الالف ه ضلع من الصغير على الضلع من الكبير. فمن هنا من خواص التناسب دي احنا عملنا ايه؟ هو قال لك لو انت مثلا خدت النسبه اللي هي الف د على الالف ب والف ه على الالف ج، مش انت دلوقتي بتقول لي الف د على دي كلها؟ فانا لو طرحت الالف د من الالف ب هيفضل لي حته اللي هي د ب، فهيطلع تناسب برضه. طب ما تقول لي بالاختصار يا باشمهندس. قال لك في التناسب اللي هو موضوع درس النهارده، انا ممكن اقول ان الف د على د ب، خدت ايه يا باشمهندس؟ الجزء على الجزء. قال لك برضه هيساوي الجزء اللي هنا على الجزء اللي هنا، يعني هيساوي ايه؟ الالف ه على احنا خدنا الالف ه على ال ه ج، طالما خدنا جزء على جزء. طب انا ينفع يا باشمهندس اشتغل بالعكس، يعني اقول د ب على د ا بيساوي ج ه على ه ا؟ ايوه يا باشمهندس، يعني كاني قلبت النسبه دي، يبقى د ب على ا د بيساوي ه ج على ا ه. طب ينفع هنا يا باشمهندس اقول الجزء على الكل؟ ما دام التشابه ممكن اقول ان الالف د على الالف ب، خلي بالك انا خدت الجزء على الكل، يبقى هقول الالف ه اللي هو الجزء على الكل اللي هو مين؟ اللي هو الالف. دي جايه منين؟ دي جايه من التشابه، دي جايه منين؟ جايه من التناسب. والحته اللي بتلخبط الناس كلها، لما يجي يقول لي د ه على ب ج، ما ينفعش اقول جزء على جزء. يا باشا هو خد ضلع من الصغير على ضلع من الكبير،
يا اما بتساوي الجزء اللي هو ا د على ا ب، يا اما الجزء اللي هو ا ه على ا ب. دي اخطر حته في الدرس. لما اخد ضلع من الصغير على ضلع من الكبير، يبقى انا بالنسبه لي يا باشمهندس برضه باخد ضلع من الصغير على ضلع من الكبير. ولكن لو خد جزء على جزء فبقول الجزء على جزء، خد جزء على كل باخد جزء على كل. اللي هيوضح لك النقطه دي المثال ده بالذات مهم جدا، المثال ده لان فيه تناسب وفيه تشابه. بيقول لي اذا كان، ركز بقى معايا، الالف د على د ب 5 على 3. بتحل الدرس ده ازاي؟ بتحط النسب على الرسمه. يعني الالف د نسبتها كام؟ 5، والدال ب نسبتها كام؟ 3. فبيقول لي نسبه الف ب، خلي بالك الالف ب اللي الحته دي كلها ما عباره عن 3 زائد 5 يبقى 8. جميل. على ب د، ما هي ب د نسبتها 3، يبقى اذا النسبه دي يا باشمهندس ب 8 على 3. بيقول لي اذا كان الف ه على الف ج بيساوي 4 على 7. الالف ه نسبتها 4، وقال لك الالف ج، خلي بالك ان الالف ج ده كله نسبته 7. طب لو ده نسبته 7 وده نسبته 4 يبقى ده نسبته 3. ده من خواص التناسب. فبيقول لي فان ج ه، ما هي ج ه لسه جايبينها نسبتها 3. على الف ه، على الف ه اللي هي نسبتها كام؟ نسبتها 4، يبقى النسبه بتاعتي 3 على ال 4. الموضوع سهل وبسيط. طب دي يا باشمهندس بقى ركز الله يكرمك. د ه على باء ج، بص قال لك د ه دي نسبتها 3، على باء ج دي نسبتها 5. خلي بالك هو خد ضلع من المثلث الصغير على ضلع من المثلث الكبير، يبقى هو كده شغال تشابه. يعني انا بالنسبه لي ان د ه على ب ج بتساوي ضلع برضه من الصغير اللي هو ا د على الضلع بتاع الكبير اللي هو ا ب، وممكن برضه تساوي ضلع من الصغير اللي هو ا ه على الضلع من الكبير اللي هو ا ج. جميل جدا. طيب هو الوقت بيقول لك ان د ه على ب ج ب 3 على 5، وعايز ا د على ب د، يبقى انا هستخدم النسبه دي. طب مش النسبه دي هي قد النسبه دي؟ اه يا باشمهندس. يبقى د ه على ب ج ب 3 على 5. طب ما يبقى برضه يا باشمهندس ان ا د على ا ب ب 3 على 5. جميل جدا. طيب تعالى نمسح دي عشان استخدمناها قبل كده. كده الالف د ده نسبته 3، والالف ب اللي هو كل ده نسبته 5. طب ما يبقى الحته اللي تحت نسبتها كام؟ نسبتها 2. بس هو عايز منك الالف د اللي نسبتها 3 على الباء د اللي نسبتها 2، يبقى النسبه 3 على 2. يبقى انا عايزك تبقى فاهم، اول ما ياخد جزء على جزء مشاها كلها جزء على جزء، جزء على كل يبقى مشاها كلها جزء على كل. لما ياخد ضلع من المثلث الصغير على ضلع من المثلث الكبير، يبقى هو خد ضلع على ضلع، يبقى استخدم التشابه. خلي بالك من النقطه دي. طيب تعال نشوف امثله ثانيه بسيطه برضه. جايب لي الشكل ده وبيقول لي انا عايز منك قيمه السي. لما بلاقي توازي ممكن استخدم التشابه وممكن استخدم التناسب، والاثنين هيوصلوك لنفس الحاله. ما انا عارف من خواص التشابه ان الضلع الصغير اللي هو ده اللي هو عباره عن 5 على الضلع ده كله اللي هو 2 زائد 5 7، بيساوي برضه الضلع الصغير ده اللي هو 4 على الضلع ده كله اللي هو كام؟ 4 زائد سي، فهنا هتبقى 4 زائد السي. جميل جدا. وهبدا اشتغل بالتشابه. بس قال لك الاسهل ايه؟ مش انت لقيت توازي؟ اه، يبقى انت عندك اجزاء متناسبه، فالاجزاء المتناسبه سهله ليه؟ فانا اقول 5 على 2 يبقى 5 على 2 هيساوي 4 على سي، ما انا خدت جزء على جزء. جميل. فهنا المعادله دي اسهل من دي، صح؟ لان من هنا تقدر تجيب السين على طول، يبقى تساوي 2 في 4 ب 8 على اللي لوحده اللي هو 5، ف 8 على 5 اللي هي تقريبا كام؟ 1.6. وصلت؟ فالمعادله دي اسهل من دي، لان دي هحلها معادله. خلي بالك لو انا عملت دي هتطلع نفس الناتج، 4 في 7 ب 28 هيساوي 5 في 4 اللي هي 20، و5 في س يعني 5 س. هودي دي الناحيه الثانيه، 28 ناقص 20 يبقى 8 بتساوي 5 س، هقسم على 5 يبقى السين برضه ب 8 على 5 اللي هي 1.6. وصلت؟ يبقى انا بفهمك دلوقتي الفرق ما بين التشابك والتناسب. فدايما التناسب سهل في العلاقات بتاعتك زي دي كده. ا د اهي ما اعرفهاش ودي 10. مش لقيت توازي؟ ايوه يا باشمهندس، يبقى بالنسبه لي في تناسب. يعني ايه؟ يعني الالف ده اللي هو عايزه ده وليكن س، يبقى انا بالنسبه لي س على الجزء اللي تحت اللي هو 10 هيساوي الجزء ده اللي هو 12 على الجزء اللي تحت اللي هو 8. جميل جدا. ممكن نختصر اه، على 2 فيها 5 على 2 فيها 4، 12 على 4 فيها 3، يبقى اذا الس بتساوي الس اللي هي ا د هيبقى 3 في 5 بكام؟ ب 15. عايز تعملها 12 في 10 120 على 8 تطلع 15، هي نفس الفكره. وصلت؟ وصلت. يبقى انا دايما لازم افرق ما بين التناسب وما بين التشابه عشان يبقى الموضوع سهل معايا وامضي. خلاص؟ تعال
هنمسح السبورة ونعرض برضو مجموعة أمثلة على الجزئية دي الخاصة بنظرية واحد، ونعرض النتيجة بتاعتها ونشوف إزاي برضو النتيجة بتاعتها أسهل مما يمكن. تعال نمسح السبورة ونشوف الجزء اللي بعده. تعال برضو نكمل بعض الأفكار على النظرية الأولى بتاعتنا قبل ما نخش على النتيجة، بحيث نستوعب أي لعبة ممكن يحصل في المسائل. جايب لي الشكل ده برضو فسهل جدا، بس هنا أنا جايبها لك مختلف، إن هو جايب لك كل، يعني يا باشمهندس أنا لقيت توازي يبقى عندي تناسب وعندي تشابه، بس هنا المرة دي هو قال لي طول الألف ب كله، خلاص يا باشمهندس، فأنا هاخد الجزء اللي هو عايزه اللي هو السي على القاعدة دي كلها اللي هي 24، حلو، أقوم واخد الجزء اللي قصاد السي اللي هو 10، بس خلي بالك على القاعدة دي كلها اللي هي 10 و20 يبقى كام؟ 30، دي مهمة جدا. هنا على 10 فعل 1 على 10 فعل 3، على 3 فعل 1 على 3 فعل 8، يبقى س على 8 بيساوي 1، يبقى البسط بيساوي المقام، يبقى اذا الس بتساوي 8 سم. بس كده؟ اه بس كده. طب تعال نشوف دي، عندي توازي يبقى عندي تناسب وعندي تشابه. طب الاسهل استخدم نظريه الاجزاء المتناسبه، يعني ايه؟ س على 15 يبقى س على 15 هيساوي 3 على س زائد 4، يبقى 3 على س زائد 4، واضرب مقص يبقى س في س، س تربيع وس في 4 بموجب 4 س هيساوي 3 في 15 ب 45. لما نودي ال 45 دي الناحية التانية بإشارة مختلفة يبقى سالب 45 بيساوي صفر. فهمت يا باشمهندس؟ يبقى أنت قصدك إن إحنا هنحلل بالظبط كده، الس تربيع س وس، الأخير سالب، واحدة موجب واحدة سالب، على ده ضربهم 45 الفرق 4 9 في 5، والكبير شبه اللي في النص يبقى هناك 9 وهناك 5. طب من هنا السين هتطلع بسالب 9 وده مرفوض لان مفيش طول بالسالب، طب من هنا ان السين هتطلع ب 5، يبقى فعلا يا باشمهندس الاجابه بتاعتنا 5. وفعلا لو قلت 5 على 15 تديك طول، طب دي 3 ودي هتبقى 5 زائد 4 9، يعني هتبقى 3 على 9، ما 3 على 9 ليها طول، يبقى انا فعلا كلامي صح يا باشمهندس. خلاص؟ جميل جدا. طب دي عندي توازي يبقى عندي تناسب وعندي تشابه، بس الاسهل ايه؟ ان اجيب توازي. وعايز طول الالف جيم دي كلها، طب ما انا معايا دي 3 يبقى فاضل لي ان انا اجيب الهي جيم. طب ما هو قال لي الحته دي قد الحته دي، ماشي انا هسمي دي س واسمي دي س، اقول س على ال 12 جميل جدا هيساوي هنا 3 على س، يبقى 3 على س، اضرب مقص يبقى س في س س تربيع، 3 في 12 ب 36، لو خدت الجذر يبقى الس بتساوي موجب او سالب 6، بس انا شغال اطوال يبقى اخد موجب 6 بس، يبقى انا عرفت ان الحته دي 6 والحته دي 6. طب انت عايز طول الالف جيم؟ اه، يبقى هتبقى عباره عن 3 زائد 6 بيساوي 9 سم. طب لو قال لك طول الالف ب يبقى 6 زائد 12 يبقى 18 سم. دي جميله جدا، ليه يا باشمهندس؟ نستخدم فيها خواص التناسب. جايب لك المعلومه دي، بيقول لك ا س زائد ا ص على ا ب زائد ا ج بيساوي 3 على 5. لما تلاقي الشكل ده اعرف ان هو استخدم خواص النسبه والتناسب. هو خد الالف س اهو على الالف ب، يبقى هو خد جزء على كل. طيب هقول له كده يا باشمهندس من التشابه، انا عارف معلومه مهمه ان الف س اللي هو الجزء ده على الضلع ده كله اللي هو الف ب بيساوي الالف ص اللي هو الجزء ده على الضلع ده كله اللي هو الف ب. حلو، مش دي نسبه وتناسب؟ اه. قال لك من حقك بجمع المقدمات والتوالي، يبقى جمع البسط يبقى الف س زائد الف ص على جمع المقامات اللي هو ا ب زائد ا ج، المفروض ان هو بيساوي احدى النسب، هو بيسالك عن ا س، يبقى خد احدى النسب، يبقى خد النسبه اللي فيها ا س، يبقى دي بتساوي ا س على ا ب. طب ما انت قايل لي معلومه جميله جدا ان النسبه دي اللي هي ا س زائد ا ص على ا ب زائد ا ج دي ب 3 على 5، يبقى 3 على 5 بتساوي ال ا س اللي انا عايزها على ال ا ب. طب انا معايا طول ال ا ب يا باشمهندس؟ لا معرفوش، بس الالف ب عباره عن الالف س زائد 3، يبقى يعني ده خليها الف س زائد 3. مضايقك الرموز؟ اه، خلي دي س، او بلاش س بقى لان في المساله س، خلي دي م مثلا، يبقى اشيل الالف س واحط م، واشيل الالف س واحط م لو مضايقك الرموز، واضرب مقص يبقى 5 في م ب 5 م هيساوي 3 في م ب 3 م زائد 3 في 3 ب 9 دي هتروح، 5 م ناقص 3 م يبقى ال 2 م بتساوي 9، اقسم على 2 يبقى الميم بكام؟ ب 4.5. الميم اللي انا مسميها ألف س، يبقى الألف س اللي هو بيدور عليه ب 4.5 سم. وصلت؟ وصلت.
دي من اهم المسائل اللي ممكن تقابلك في الجزئيه. وانا كده عرضت لك تقريبا 7 مسائل مغطين اللعب اللي ممكن يحصل في النظريه 1. تعال نمسح السبوره ونبدا نتكلم عن النتيجه اللي على النظريه دي، ونشوف برضو الامثله اللي موجوده عليها ونحلها بطريقه سهله جدا جدا، وبعد كده ناخد امثله سهله على عكس النظريه. عكس النظريه هيجيب لك الارقام ويقول لك اثبت التوازن. ده شغل سهل جدا وبسيط بامر الله. تعال امسح السبوره شوف الجزء اللي بعده. هنبتدي دلوقتي في النتيجه الخاصه بالنظريه. قال لك دلوقتي احنا كنا بنرسم ضلع بيوازي ضلع جوه المثلث وبنقطع الاثنين التانيين. فقال لك لو انت معاك مثلث اهو اللي هو س ص ع، مالكش دعوه باللي فوق ده. وانا قمت راسم الهاء تان ده بيوازي ص ع، بص بص كاني رسمت اهو. ده كده بره خالص اهو بيوازيه. هتقول لي يا باشمهندس طب ما هو مش قطع الاضلاع، قال لك لا، لو انا مديت الضلع ده كده ومديت الضلع ده كده فهو قطع امتداداتهم. فقال لك هنا برضه بيخلق يا باشمهندس اجزاء متناسبه. طيب مكان يا باشمهندس اصلا في تشابه ازاي؟ كانت الزاويه دي قد الزاويه دي بالتقابل بالراس، والزاويه دي قد الزاويه دي بالتبادل، والزاويه دي قد الزاويه دي يا باشمهندس برضه بايه؟ بالتبادل حرف الزائد. فكنا بنقول في التشابه ان المثلث، ركز معايا، اختار اي مثلث وليكن س ه د، س ه د يشابه السين قد السين والهاء قد العين والدال قد الصاد، صح كده؟ فكنا بنقول ان س ه اللي هو اول حرفين على س عين، حرفين اللي بعدهم هاء دال على عين صاد، الاول مع الاخير س دال على س صاد. طب بص كده كنا بنقول ان س ه على س عين بتساوي هاء د هاء د على عين ص هيساوي الس د على الس ص، صح؟ هنا قال لك انت ممكن تستخدم دي في التناسب برضه، ان انت هتقول ايه؟ الجزء على الجزء يساوي الجزء على الجزء. بس انا ممكن اعمل ايه بقى؟ انا ممكن اخد الجزء على الكل، يعني ممكن اخد الس د على دي كلها اللي هي د ص، هتساوي اله س على دي كلها اله س على دي كلها اللي هي اله عين. هي دي بس اللي هتبقى جديده عليك في التناسب، خلاص؟ ولكن نفس الشغل بتاع التشابه هنطبقه، شوف مين الاسهل وتعامل معاه سواء تشابه او سواء تناسب. طيب هنشوف اول مثال. بص عندي ضلع بيوازي ضلع اهو، يعني ده بره المثلث وده بره والامتدادات، الشكل اللي هو الكروس ده او حرف الاكس، جميل؟ جميل جدا. طب انت عايز مني ايه؟ انا عايز منك طول الباء الب ج اللي هي دي اللي هو مسميها س. طيب وقال لك هنا ان الجيم دال اللي هي الحته دي كلها ب 18. خلاص يا باشمهندس انا هاخد الجزء اللي هو س على الحته دي كلها اللي هي 18، فاخد الجزء اللي قصادها اللي هو 6 بس على الحته دي كلها اللي هي 6 و9 15. مهم جدا نشوف انا اخدت جزء على كل ولا جزء على جزء. طيب هنا على الثلاثه او هنا مثلا على الثلاثه فال 6، هنا على الثلاثه فال 5، خلاص؟ جميل جدا. يبقى انا بالنسبه لي ان س بتساوي دي طبعا دي طبعا المساله دي س بتساوي 6 في 6 ب 36 على 5، 36 على 5 يعني 7.2، خلاص؟ جميل جدا. طيب في السؤال ده عندي توازي عندي تناسب، فبيقول لي انا عايز منك قيمه الس، يبقى ده على ده بيساوي ده على ده، بدل ما اخد جزء على كل واحد اجمع، خلاص هاخد جزء على جزء، يبقى س زائد الواحد على الثلاثة س، هيساوي جزء على جزء يبقى 2 س زائد الواحد على 6 س ناقص الاثنين، وابتدي اضرب مقص، يلا 6 س في س ب 6 س تربيع، س في سالب 2 بسالب 2 س، 1 في 6 س ب6 س، 1 في سالب 2 بسالب 2، 3 س في 2 س ب6 س تربيع، و3 س في 1 بموجب 3 س. شيل لي 6 س تربيع مع 6 س تربيع، 6 س ناقص 2 س يبقى 4 س ناقص الاثنين بيساوي 3 س، وادي 3 س هنا وادي سالب 2 هنا، 4 س ناقص 3 س يبقى س، والسالب 2 هتروح بموجب 2 يبقى قيمه الس بتساوي الاثنين. جميله؟ جميله جدا وسهله. طب دي يا باشمهندس انا بحب دايما المسائل اللي بتعتمد على النسبه والتناسب. انا بص يا باشمهندس انا عندي توازي، يبقى انا عندي تناسب وعندي تشابه، فممكن اقول الجزء على الكل يعني 3 جزء على جزء معذره على س زائد ص زائد ع، هيساوي الجزء اللي قصادها على الجزء يبقى 2 على س زائد الص، بس هو للاسف مش عايز اي حاجه من دي. هو بيقول لك ان عين بتساوي انا علاقه من دول؟
طب مش انت بتدور على العين؟ اه، يبقى انا عايز احافظ على العين دي، فانا اقول له بطرح المقدمات والتوالي، يعني هتعمل ايه؟ 3 ناقص 2 1 على، لما اطرح ده من ده هيبقى س ناقص س 0، ص ناقص ص 0، ع ناقص مفيش يبقى عين. يبقى 1 على العين بيساوي احدى النسب. لو انت شايف النسب كلها بدلاله الس والص، يبقى انا هاخد النسبه دي، انا باخد النسبه اللي بتخدمني، يبقى دي 2 على س زائد الص. فلو جيت قلت لك العين من هنا بتساوي ايه؟ فهتقول لي ايه؟ هضرب الواحد في س زائد ص يبقى س زائد الص على الواحد اللي هو 2، يبقى اذا بتساوي س زائد ص على 2 اللي هو الاختيار ده. واحد تاني هيقول لي انا هشقلب دي، يبقى عين على واحد بعين، واقوم شقلب دي يبقى س زائد ص على 2. مفيش مشكله، كل الطرق تؤدي الى الحل الصحيح بامر الله. خلاص؟ مساله مهمه وجميله وسهله بامر الله. امسح السبوره ونعمل مثال كده ونبدا نعرض عكس النظريه. عكس النظريه لما يجيب لي ارقام ويقول لي هل في هنا توازي ولا لا، يعني شغل تافه جدا وسهل ومنتش معرض ان هو يجي كتير، ولكن هو من ضمن مواضيع الدرس فنبدا نتكلم فيها وبعدين نختم بكم مساله حلوه ويبقى كده درسنا خلص بامر الله. تعالى نمسح السبوره ونشوف الجزء اللي بعده. نبتدي دلوقتي ناخد مثال برضه على الجزئيه اللي فاتت اللي هي النتيجه، وبعد كده ناخد عكس النظريه ونشوف ان هي حاجه سافهه وسهله جدا. جايب لي الشكل ده كده وبيقول لي عايز منك طول الي واو اللي هي الحته دي كده، وعايز طول الي ب اللي هي الحته دي كده. مبدئيا بس هنا ايه، في توازي احنا نسينه اهو. بص انا دلوقتي عندي هنا الحالتين في نفس المساله، ازاي؟ ده مثلث التوازي جواه وده بيوازي ده، يعني مثلث في توازي بره. فهنا عشان اوصل للي واو فانا هشتغل بالتوازي اللي بره. ازاي يا باشمهندس؟ ركز معايا لحظه. هقول الجزء اللي هو 6 على الجزء ده اللي هو 16، يبقى اخد الجزء اللي قصاده اللي هو ايه واو، خلي بالك على الجزء ده انا دي 16 فده اللي قصادها، بس دي كلها اللي هي 3 و7 اللي هي كام؟ اللي هي 10. جميل جدا. ايه على 2 فيبقى 8، على 2 فيبقى 5، على 2 فيبقى 3، على 2 فيبقى 4، يبقى اذا اللي هو واو بتساوي 3 في 5 ب 15 على ال 4. 15 على ال 4 اللي هي عباره عن 3 و3 ارباع، يعني 3 و75%. خلاص؟ الفهم الشكل سهل. طيب بعد كده عايز مني طول ال ي ب، عشان اجيب ال ي ب فاشتغل في الجزء الصغير ده في المثلث ده، اشتغل بالتوازي الداخلي، يبقى ياء ب اللي هو عايزها على دي كلها اللي هي 16، فهاخد اللي قصاد الياء ب اللي هي 3 على دي كلها اللي هي 10. جميل جدا. هنا يعني على 2 في 5 على 2 في 8، يبقى الياء ب بيساوي 3 في 8 ب 24 على 5 اللي هي 4.8، يبقى بالنسبه لي ان ياء ب ب 4.8 ودي ب 3.75%. خلاص؟ سهله سهله جدا. طيب ايه هو عكس النظريه؟ عكس النظريه هيقول لك ايه؟ تعالى اثبت التوازي. سهل يا باشمهندس، يعني انت هيبقى معايا ارقام كتير، تمام؟ فقال لك لو انت معاك مثلث شبه المثلث ده او مثلث شبه المثلث ده، فنستخدم النتائج اللي احنا شغالين عليها. المفروض هثبت ان ا د على د ب اللي هو جزء على جزء يبقى يساوي ا ه على ه ج. لو اثبتها يبقى في توازي. طب ما لقيتش دي، يبقى ال ا د على ال ا ب يساوي ال ا ه على ال ا ج. طب لو ما لقيتش دي، الد ب على ال ا ب والهي جيم على الالف جيم. طب ما لقيتش كل ده، ده الهاء على باء جيم بيساوي الف دال على الف ب. استخدم التشابه، اي حاجه من دي هتوصلك للتوازي. طب من هنا اقول ده على ده اللي هو 2 على 6 ودي 3 على 9، او اخد ال 3 على دي كلها اللي هي 12 على 2 اللي دي كلها اللي هي كام؟ اللي هي 8. خلاص؟ يعني مثلا تعالى ناخد مثال بسيط، بيقول لي اثبت ان هي واو اللي هو ده بيوازي السين عين اللي هو ده. من حقك تستخدم التشابه ومن حقك تستخدم التناسب، بس قلت لك دايما ان التناسب سهل، فممكن اقول هل 5 على 2؟ هقول له كده، بما ان ص ب على ه س بيساوي 5 على 2. جميل جدا. طب اروح الناحيه الثانيه اللي قصاد ص ه اللي هو ص و على اللي قصاد ال ه س اللي هو و ع، الكلام ده بيساوي 7.5 على 3. طيب هنا على الواحد ونص فيها 5، وهنا على الواحد ونص فيها الاثنين، فطلعت برضه 5 على 2، بما ان ده بيساوي ده، يعني بما ان ص ه على ه س بيساوي ص و على واو ع، يبقى اذا التوازي موجود، يبقى ه واو بيوازي س ع.
طب هنا يا باشمهندس بيقول لي هل الدال هاء بيوازي ب ج ولماذا؟ مفيش مشكله، ما انا عارف ان انا لو خدت الدال الف على الالف ج جزء على جزء اهو بيساوي 2 على 6 اللي هي تلت. طب لو خدت اللي قصاد الدال الف اللي هي الف ه على د اللي هي الالف ب هتساوي كام؟ ما هي 3 على 9 اللي هي برضه تلت. اقول له بما ان دال الف على الف ج بيساوي الف ه على الالف ب الكلام ده كله بيساوي تلت، يبقى اذا الدال ه بيوازي الباء ج. خلاص؟ يبقى عكس النظريه هو بيديني الاطوال وبعكس الكلام، اثبت ان في تناسب يبقى في توازي، يبقى العكس صحيح. لو في توازي في تناسب، طب لو في تناسب يبقى في توازي. كده اتكلمنا عن النظريه وشرحنا الحمد لله حالاتها كلها، اتكلمنا عن النتيجه وشرحنا حالاتها كلها، اتكلمنا على عكس النظريه وبيني وبينك هي مش مهمه قوي. ممكن تجي لك سؤال مقالي ولا حاجه، ولكن الموضوع كله التركيز على النظريه والنتيجه اللي عليها. همسح السبوره وهنختم بس مثالين ثلاثه كده مهمين جدا وفيهم فكره شويه، ويبقى كده حصه النهارده خلصت بامر الله. تعال امسح السبوره ونشوف الجزء اللي بعده. حصه النهارده بامر الله بالمثالين دول ومهمين جدا جدا وركز فيهم الله يكرمك. المثال ده بيجي كتير جدا، سواء ان هو يجيب لك ارقام وتستنتج طول، او سواء ان انت تثبت توازي، فانا حبيت ان انا اجيب لك المثال اللي فيه اثبات التوازي عشان كده كده هنجيب الارقام، يبقى احنا ضربنا عصفورين بحجر. وده مثال مهم جدا جدا لقيت رابط بدرس العلاقه بين مساحتي مضلعين متشابهين، مهم قوي الجزئيه دي والسؤال ده بالذات والفكره اللي من النوع ده. طيب خلينا هنا الاول. هنا بيقول لي ا د بيساوي 3 ارباع د ب. طيب مش دي معناها لو انا قسمت الطرفين كلهم على د ب فده معناه ان ا د على د ب بيساوي 3 ارباع؟ اه. يعني ا د ده نسبته 3 والدال ب ده نسبته 4، جميل جدا. وقال لك ان الالف ه طول 4.5، يعني الحته دي كده 4.5، وقال لك ان الواو ج الحته دي كده 14 سم، فعايز يثبت ان ده الواو ده كده بيوازي ال ب ج. والله يا باشمهندس عشان اثبت دي فلازم اقول جزء على جزء اللي هو الالف د على الدال ب هيساوي الجزء اللي هنا، بس خلي بالك التوازي اللي بالاحمر ده يبقى هو بالنسبه لي الف واو على واو ج. لو انا قدرت اثبت دي يا باشمهندس يبقى الدنيا تمام. فانت عندك الالف دال اصلا والدال ب نسبه معروفه والواو ج معروفه، يبقى فاضل لك الالف واو. طب ما انا معايا منه الالف ه يبقى لازم اجيب ال ه واو، لازم تفكر في المساله كده. طيب شايف التوازي اللي هو رسمه ده؟ اه. تعالى بقى نشتغل في المثلث ده اللي انا عملته لك بالاحمر ده. مش انا ممكن اقول في المثلث ده ان ا د على د ب اللي هو جزء على جزء برضه هيساوي جزء على جزء اه اللي هو ا ه على الجزء الثاني اللي هو ه واو. يبقى ا د على د ب اللي هي 3 ارباع هيساوي ا ه اللي هو 4.5 على ال ه واو. هنا على 1.5 فيها 3، هنا على 1.5 فيها 2، هنا على 2 فيها 1، على 2 فيها 2، ويطلع معاك ان ال ه واو ب 6 سم. يبقى انا كده عرفت ان المسافه دي 6 سم. طب ما تيجي نثبت بقى العلاقه دي. اقول له بما ان ا د على ا على د ب ب 3 ارباع، طب ما تيجي بقى نشوف الالف واو على الواو ج. الالف واو اصبح 6 زائد 4.5 اللي هو بالنسبه لي 10.5، جميل جدا. على الواو ج اللي هي كام؟ اللي هي 14. هل النسبه دي بتساوي 3 ارباع؟ تعالى كده نشوف. لو انا قسمت دي كده على 3.5 فيها 3، وده على 3.5 فيها 4، ده فعلا بتساوي 3 ارباع. فهقول له بما ان الالف واو على الواو ج بيساوي الالف دال على الدال ب، يبقى انا عندي توازي ان دال واو بيوازي بقى ج. دي من المسائل الجميله جدا جدا. خلاص؟ ماشي. انا بشتغل على التوازي اللي فوق وبعد كده بجيب التوازي اللي تحت. طب دي يا باشمهندس بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كان طول الالف بقى ب 15، الالف بقى كده ب 15 سم. قال لك مساحه المثلث، بيكلمك على مساحات، مساحه المثلث ا ه ج اللي هو فوق ده ب 9، ومساحه المثلث ج واو ب اللي هو تحت ده ب 16. فبيقول لي عايز منك طول الالف ده. طيب بص انا عايز المفروض ان هنا في توازي كده. والله يا باشمهندس عشان اجيب مساحه المثلث ده فالمفروض اقول ا د على ا ب يعني جزء على كل. المفروض بيساوي الجزء اللي هنا اللي هو الالف ه على ه واو. طيب انا عارف الالف ب دي ب 15. يبقى انا لازم اعرف النسبه دي اللي ا ه على ه واو. تعالى نرجع لدرس العلاقه بين مساحتي مضلعين متشابهين. طيب مش انا بالنسبه لي خدنا حاله خاصه من التشابه او في الدرس ده
لو معايا مثلثين مشتركين في الرأس فتبقى النسبة ما بين المساحات، يعني مساحة المثلث أ ج على مساحة المثلث ج واو ه بتساوي النسبة بين القواعد بتاعتهم، يعني النسبة ما بين الألف ه على ه واو. أيوه يا باشمهندس، يبقى الألف ه على ال ه واو. هنا احنا قلنا معلش نرجع ثواني بس نقف هنا، دي أ د على أ ب، أنا خدت جزء على كل، يبقى الألف ه على الألف واو بقى مش ال ه واو، إني خدت جزء على جزء. تمام جدا. طيب نرجع تاني للموضوع، احنا قلنا المثلثين دول مشتركين في الرأس، يبقى النسبة من مساحة ده لمساحة ده هي نفس النسبة من القواعد. يا باشمهندس مش أنت قلت لي مربع الأضلاع؟ أيوه، بس قلت لك المثلثين المشتركين في القاعدة أو في الارتفاع أو في المتوسطات بتبقى النسبة ما بين القواعد بس من غير تربيع. طب هو أصلا مساحة المثلث ب 9 على 16، جميل جدا، يبقى أنا عرفت برضه إن نسبة القاعدة دي 9 ونسبة القاعدة دي 16، جميل جدا. طب تعالى نعوض بقى، يبقى أ د على أ ب اللي هي 15 هيساوي أ ه اللي هي نسبتها 9، بس خلي بالك على الكل اللي هو أ واو 9 و16 يبقى 25 بس كده. أه، على 5 فيها 3 على 5 فيها 5، يبقى بالنسبة لي إن أ د بيساوي 3 في 9 في 27 على 5 اللي هي تطلع 5.4 سنتيمتر. خلاص؟ فيها أي مشاكل؟ الموضوع سهل وبسيط. بكده يبقى إحنا الحمد لله خلصنا الدرس الأول في الوحدة الثانية. حاول بقى بأمر الله بقدر المستطاع تاني يوم اللي هو غالبا هيبقى يوم الخميس أنزل لك حل الأخطر والمقال، يعني أحاول أنزل لك الاثنين مع بعض بحيث ننتهي من الدرس ده خالص. زي ما قلت لك الأسبوع القادم إن شاء الله هناخد نظرية تاليس وعكس النظرية، والله أنا مش فاكر هي تاليس بعدها المنصفات ولا تقريبا تاليس، لا تاليس بعدها المنصفات وبعدين عكس نظرية المنصفات بأمر الله. هنحاول ناخد تاليس وبعد كده المنصفات، يعني هو أصلا منهج شهر نوفمبر واقف عند نظرية تاليس، ولكن احنا هنسبع شويه بحيث ننتهي من المنهج وبدايه شهر 12 نبدا في حل النماذج النهائيه والمحافظات، لان نزل محافظات جديده اللي هي امتحانات الكتروني السنه اللي فاتت وجالها امتحانات من الادارات، فدي جزئيه جديده جدا مهمه قوي ان شاء الله. بكده يبقى وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى اكون استفدتك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت اشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. أشوفكم على الفيديو الجاي، كان معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرا دريات، وشكرا جدا.